اليابان، وما أدراك ما اليابان؟ تخيل يا سيدي أن تشاهد الشخصية الكرتونية القديمة، إذا كنتم تذكرون بطل فليد جرين دايزر، ويمكنك قيادته والسفر به كمركبة على الأرض. قصتنا اليوم يا سادة عن روبوت أرجاكس الضخم الذي سيحقق هذا الحلم في اليابان. شركة توسو بيمين ديستريز اليابانية أنتجت روبوتاً ضخماً يزن 3.5 طناً وبارتفاع 4.5 متراً بعد حوالي العامين من تطويره، وقد أطلقت عليه اسم أرجاكس نسبة إلى أحد أنواع الديناصورات الطائرة القديمة، والتي تعتبر أولى الكائنات التي اكتسبت القدرة على الطيران. يحتوي الروبوت على قمرة قيادة مزودة بشاشات تعرض الصور التي تلتقطها كاميرات مثبتة على جسمه، ويمكن التحكم في حركة الذراعين بواسطة عصا تحكم داخلي. كما يمكن للروبوت التحول بين وضعين، وضع الوقوف العمودي كروبوت ووضع السير كمركبة تصل سرعتها إلى 10 كيلومتر في الساعة. الشركة أرادت أن تصنع شيئاً يجسد هوية اليابان ويجمع بين مجالات الرسوم المتحركة والروبوتات والسيارات التي تتميز بها، حيث تخطط لبيع 5 وحدات فقط من هذا الروبوت كلعبة فاخرة لعشاق الروبوتات بسعر يصل إلى 3 ملايين دولار للروبوت الواحد. بل يمكن أن يكون له استخدامات أخرى في مجالات الإغاثة الإنسانية أو الاستكشاف الفضائي في المستقبل. فهل تتوقعون أن نرى يوماً ما روبوتات مثله تسير على الأرض وتحلق في السماء؟